احنا حكينا عن السيكريت كي كريبتوغرافي، تمام، بلين تكست مع سيكريت كي انكريبشنز ترانسميشن شانل هو سايفر تكست، ديكريبشن من خلال السيكريت كي والبلين تكست اللي هو طبعا هنا احنا حكينا عنها اللي هو السيمتريك، تمام. اذا سيزر سايفر، اذا هذا التكنيك اسمه سيزر سايفر، each letter replaced by another letter which is three letter behind the alphabet. اللي طبعا هذا الاكزامبل اللي احنا حكيناه هسه لو هذا التكنيك، هذا شو اسمها سايفر اللي هي سيزر سايفر. ماكسيمم اوف 26 اتمبتس تو ديكود سيزر سايفر، انه احتماليه اعرف مثلا الحرف الاول قديش احتماليته، مثلا 26، الحرف الثاني 26. ليش؟ لانه انا في عندي 26 لتر 26 حرف. اذا مونو الفابيتيك سايفر ريبليست ا لتر وذ another randomly chosen maximum attempts to decode 26 multipliers. سيزر سايفر تم تطويره لا ايش اسمه مونو الفابيتيك سايفر، تمام. الفكره فيها انه كل لتر مثلا الاي بستبدلها بحرف بشكل عشوائي، يعني ما فيش لها ترتيب معين. هسه انا اذا بدي اعرف مثلا احتماليه هذا مثلا 26، اذا مثلا اذا كان السي هان السي ما بتكرر مره ثانيه، مثلا هذا قديش احتماليته بكون 25، اذا استعملت كيو هان الكيو ما بستعملها مره ثانيه مثلا، وهكذا. اذا الاحتماليه قديش راح تكون 26 مضروب، هذه اللي هي 26 ضرب 25 ضرب 24 ضرب 23. هذا اذا اخذت مواد رياضيات مرت عليه كل هي مضروبه 26. One secret key is needed between each pair لانه مثل ما حكينا بالاول هو عباره عن symmetric. Two standard algorithm for secret key مثل اللي احنا ما شفنا الـ algorithm اللي بتستعمل اللي هو secret key او الـ ايوه 100%. Two algorithms اللي هم DES والـ IDA، تمام. هذه عباره عن 64 bit message، حجم الكي 56، تمام. والاي دي اي حجم المسج 64، حجم الكي 128 بت. مسج بلوك درايفد يوزنج سي بي سي اللي هي نفس انه انا اذا كان حجم مثلا حجم المسج اكبر من 64 بت بقسمها ل 64 بت. طبعا بس التقسيم تاعها بيعتمد على شو؟ بيعتمد على السي بي سي اللي هو سايبر بلوك تشيننج اللي هي التكنيكس. اتوقع اذا كمان ترجعوا هذه مذكوره بشفر رقم 7 اللي هي انا كيف او المبدا اللي بقسم فيه المسج نفسه. Principle based on rearranging the blocks several times based on predetermined algorithm and secret key.